السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا سؤال آخر يقول السائلة كتقول أنا سيدة غير محتجبة، فهل ربي عز وجل يقبل صلاتي وصيامي؟ الجواب أن الزي الشرعي للمرأة المسلمة هذا أمر فرضه الله تعالى في الكتاب، لما قال ربنا عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فربنا عز وجل فرض هذا الزي الشرعي، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا كله المفهوم دياله هو المرأة تلتزم بالزي الشرعي اللي هو زي محتشم. وفي السنة النبوية الشريفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. فمن خلال هذه النصوص الشرعية وهي كثيرة أن الزي الشرعي فرض فرضه الله تعالى على نساء المسلمات، والمرأة ينبغي أن تظهر أمام الرجال الأجانب بلباس يسترها. شنو هو اللباس الشرعي؟ كل بلد وعنده الموضة دياله، وكل قبيلة وعند العادة ديالها، وكل منطقة وعند العادة ديالها. الناس هم أحرار في الطريقة ديال اللباس اللي بغوا يلبسوا، لكن بشرط باش يكون شرعي أنه لا يكشف ولا يصف ولا يشف. هذا هو الأوصاف الثلاثة اللي ذكرها العلماء. المرأة تلبس اللي بغات، هي حرة في اللباس ديالها، يكون محترم محتشم، لكن يكون بهذا الأوصاف، لا يكشف، يعني يكون جسمها مغطي باستثناء الوجه والكفين، ولا يصف، يعني ما يكونش مزير عليها وكيبين المحاسن ديال الجسم ديالها، ولا يشف، يعني ما يكونش رقيق بزاف وكيبين الجلد من تحت الثياب. ومن ثم هذا هو اللباس الاصلي. فإذا كانت المراه باقا ما اقتنعتش وما لبست هذا الحجاب، وصيامها صحيح ام غير صحيح؟ طبعا صيامها صحيح، ولا يكون ذلك مسوغا على ان تترك الصوم. بحال اللي كيصلي مثلا، انسان كيصلي وكيصوم، واحد اخر ما كيصليش، كاين ناس ما كيصليوش، رغم ان الصلاه هي ركن من اركان الاسلام، اما الحجاب غير فرض. هناك فرق بين الركن والفرض. الركن هذاك اساس، البيت مثلا عنده اربعه الاركان المدرات، واش ممكن البيت يطلع بلا مدره؟ او الخيمه نبنيها بلا مدره؟ العمود ديالها عمود الاسلام والصلاه. اما الفرض بحال قلتي دوك لي زاكسيسوار ديال البيت، الافريشه، الصالون، فراش، المواعيد وغيرها، هذا كتسمى الفرض، تمثيل تقريب للفهم. فهل نقول الذي لا يصلي انه صيامه باطل؟ لا، كنقول بان صيامه صحيح ولكنه عليه ان يصلي. كذلك المراه التي لا تلتزم الزي الشرعي فهي صيامها صحيح، لكن عليها ان تجتهد لكي تلبس لباسا محتشما. هذا امر الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بهذا اللباس. وسبحان الله الان في اوروبا وفي امريكا النساء اصبحن يستعملن النقاب. في زمن الكورونا صرنا يستعملن النقاب والدوله تفرضه، واذا لقات شي وحده خارجه بلا نقاب تعاقب. وهذا سبحانك يا جليل لله في خلقه شؤون. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.